ألهمته رحلاته التي جاب خلالها قارات العالم الخمس وزار فيها بلدانا كثيرة حاملا رسالة سامية هي محبة وسلام من الإمارات لكافة بقاع الأرض. ألهمت هذه التجربة الاستثنائية فريق رحالة الإمارات للعمل على البحث وإعداد قائمة للشخصيات الإماراتية التي زارت أكثر من 100 بلد في العالم، فكانت القائمة التالية التي يسرد لكم أسماءها الزميل عمر الشعالي. 10 أسماء هي الأبرز على قائمة الإماراتيين المسافرين لأكثر من 100 بلد حول العالم. هذه الدراسة والبحث المتميز تعكس مدى انفتاح أبناء الإمارات على العالم في كافة المجالات، وقد عكست الأسماء الواردة في القائمة تنوع أهداف السفر بين الاقتصاد والدبلوماسية والأعمال الخيرية، بالإضافة إلى أدب الرحلات والتعريف بالإمارات إلى جانب عالم الطيران. يتصدر قائمة الإماراتيين المسافرين لأكثر من 100 بلد في العالم سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان، ولا شك أن عددا كبيرا من رحلات سموه حول العالم كانت لأهداف دبلوماسية كوزير لخارجية الإمارات، ودور سموه في هذا المجال فخر لنا جميعا كإماراتيين لجهود سموه الحثيثة للتقريب بين الإمارات وكافة شعوب ودول العالم. كما تضم القائمة معالي السلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والذي يشغل إلى جانب منصبه هذا مناصب أخرى لا شك وأنها دفعته للسفر كثيرا إلى بلدان عديدة ليتخطى بحله وترحاله لهذه البلدان أكثر من 100 بلد حول العالم ويكون من أبرز الشخصيات على القائمة. كما انضم إلى القائمة كذلك السيد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية. هذه الشركة التي تعد من أهم المصادر الاقتصادية لحكومة دبي، والتي تدير اليوم موانئ كثر حول العالم. ينضم رئيسها إلى قائمة الإماراتيين المسافرين لأكثر من 100 بلد حول العالم. وتضم القائمة كذلك رجل الأعمال عيسى بن ناصر السركال، والذي كان من بين أبرز المسافرين الإماراتيين في العقود الماضية إلى أكثر من 100 بلد حول العالم، وقد كان العديد من هذه الرحلات هدفه الأعمال الخيرية. الجميل في هذه المبادرة أنه مو بكل واحد وصل 100 دولة حول العالم، هذه الناس محدودين، فيجب أن نحن نقدر هالناس، يعني وهم ما شاء الله معروفين بالمجتمع، ولكن يجب أن الناس تعرف مبادراتهم. زيارة 100 دولة طبعا يجب أن نحن نقدر هذا الإنجاز اللي هم مثلوا الدولة في هذه الرحلات. أيضا نحن نسعى إلى تحفيز الشباب للوصول على الحصول على 100 دولة، وإن شاء الله نحن إذا نجحنا في هذه المبادرة نحاول نكررها كل سنة. ويمكن في ناس وصلوا 100 دولة ونحن ما وصلنا لهم أو ما شفناهم، ولكن نحن في حالة نجحت هذه المبادرة إن شاء الله نحاول كل سنة نعمل تقييم ويعني تقدير لهالناس اللي وصلوا 100 دولة. ولا شك أن من أبرز المنضمين إلى القائمة كذلك هم فريق رحالة الإمارات، والذي عملت اللجنة التنسيقية لديه بالشراكة مع أخبار الإمارات على إعداد هذه القائمة. فقد استلهم الفريق الفكرة من فكر بلده للحصول على السبق والرقم واحد في كافة المجالات. وتضم القائمة من الفريق 4 أسماء هم عوض عبد الله بن الشيخ مجرن قائد الفريق، إلى جانب كل من أعضاء الفريق أحمد العور ومحمد العامري وضاحي محمد بن ضاحي. ومن الأسماء في القائمة كذلك الكابتن أحمد الشامسي، وهو من أوائل الطيارين في طيران الإمارات، ولا بد أن العمل لسنوات طويلة جعله من ضمن القائمة. كما انضم إلى القائمة كذلك زميله من طيران الإمارات الكابتن خلفان المزروعي، إذ أن مهنة الطيران لا شك وأنها سرعت من ترشيحه ليدخل القائمة.